بس احكي لي البدايه جت ازاي، بما انك انت اوريدي فاعله فنيه والموضوع مش غريب عليكي ابدا. انا ابتديت اعلانات وانا كان اول اعلان عملته كان عندي 11 سنه. كنت في العجمي، وطارق نور بتربطنا معاه في العيله، يعني امي تعرف مرات بابا وكده اهو. فجاء قال لي تعملي اعلان، قلت له اه اعمل اعلان، ما كنتش عارفه يعني ايه. اه وصورنا على البحر ده كان اول اعلان، كان لاسيكو وعلى البحر في العجمي. على البحر في العجمي ولسه فاكره الاغنيه. ايوه قوليها لي. قلت لماما لما اتجوز تجيب لي حاجه حلوه عشان البيت. كده كانت لذيذه. قلت لماما لما اتجوز تجيب لي حاجه حلوه عشان البيت، ما تخليش جوزي يلوي بوزه وتخلي جيراني اللي قبل كده قالوا تكنولوجيكو. مفيش في الحمام لاسيكو. طيب انت 11 سنه ده انت كنت اكيد راحه جايه مع بابي في فرقه رضا اكيد. اه طبعا. واحكي لي المده الجو ده كده. انا ابتديت اسافر معاهم من وانا تقريبا عندي 5 سنين. سافرت لفيت، رحت افريقيا كلها، يعني رحنا ليبيا وتونس والمغرب وكينيا ولفينا افريقيا كلها. كانت حاجه حلوه قوي يعني. طبعا مفيش حد يحلم بكده بجد. لا هي كمان مش كده بس، هي انه كانت فرقه رضا بهذا الانتشار وهذه الشهره في الوقت ده، وانه كانوا بيروحوا يعني مدعوين كمان، لانه الناس كانت عايزه تشوف الفولكلور المصري عامل ازاي بفرقه جامعيه تحمل علم مصر وبتلف الدول العربية وبتشتغل كل الدول وبتشتغل فيما يطلق عليه القوى الناعمة. هو ده أحد أدوار القوى الناعمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فالتدريبات مثلا كنت بتعملي إيه؟ لا كنت بتفرج عليهم يعني. آه ما أنا عارفة. من وأنا يعني صغيرة مود إنك رايحة الصبح مثلا المسرح أو قاعة البروفات عشان هتشوفي محمود رضا وعلي رضا وفريدة فهمي وكل طاقم النجوم اللي في فرقه رضا في الوقت اللي كلنا عارفينهم. ايه الاحساس ده؟ ما كنتيش مثلا عايزه تبقي راقصه معاهم على المسرح مثلا؟ انا وانا صغيره عندي صور كتير وانا واقفه في الكواليس وبرقص ورافعه الفستان وبعمل زيهم. يعني دايما بقلدهم كنت من وانا صغيره. في سنة من السنين أعتقد كان عندي مثلا 14 سنة رحت البروفات، وبعدين كان في بنت ناقصة فأبويا قال لي أقفي مكانها. فوقفت مكانها وعملت اللي بيعملوه. تاني يوم رحت فقال لي طب أقفي. فلزقت. فقال لي أنت ناوية تعرضي معنا؟ قلت له آه، كان بمناسبة احتفالات سينا. فقال لي متأكدة؟ قلت له آه. فجربني لأني أنا بعرف شوية. فرحت عرضت معاهم، بس اول مره طلعت على المسرح اتخشبت. كنا بنعرض قدام اعتقد في مصر الجديده، بس كان من زمان قوي. قدام الريس وحرمه، وطلعت خشبت على المسرح، لقيت واحده من البنات شدتني فكملت. بس كانت مرعبه رهبه مرعبه.